ناشد أصحاب الدخل اليومي لإيجاد فرص عمل لهم، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية، ما أثر سلبا في القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي توقف عملهم بشكل شبه كامل. رمضان كريم علينا وعلى أمة الإسلام إن شاء الله. أولا إحنا طالعين هنا عمالة نشتغل حمالة على هالكيات، وإذا ما نشتغل ما ناكل. وإحنا أنا بالنسبة لي يعني من ضمن هالناس، أنا عندي 12 نفر البيت واثنين أخوة، إذا ما نشتغل ما ناكل. أمي بها عملية ما أقدر، يعني هسه فلوس ماكو، وأبويا إنسان كبير. وأرجو يعني من المحافظ، أرجو من الدولة أن يعني على هاي العطالة العمالة هاي الشباب الضاع مستقبلها، أن يلقون مشروع لهم حتى يشتغلون. هاي إحنا خلونا نظل عمالة، ما يصير يعني ما يصير هاي الناس ظل عمالة، هاي الشباب راح مستقبلها. نطالب أول شيء تنزيل الدولار، الدولار هنا حطم السوق بأكمله، هسه شغل بنوبة ماكو، هنا كنا واقفين، هاي العمالة كلها واقفة، شغل ماكو، يعني هسه الدولار دمرنا، حد دمرنا. وريت تنزيل الدولار، والله عم اذا ما نطلع على السوق الله شاهد فلوس ماكو، الحاله داويه بنوبه، عم لا راتب اي شيء ما عندنا، لا راتب لا فلوس اي شيء من الدوله ما عندنا. غير رمضان من يجي الناس تسوق، يعني تسوق لا احنا فلوس ماكو، شو نجيب يعني شو ناكل. احنا نطالب الحكومه العراقيه يعني برواتب مال عاطلين، واسعار السوق كلها شافت الدولار، كلها تعرف الدولار، يعني الدولار صاعد واحنا عمال بالسوق يومتك تطلع 10,000 15,000، ما تقدر يعني اكو بعض بيها عالم معيش عوائل ما تقدر تعيش اهلها. انت اذا يومتك 10,000 والدنيا رمضان، شلون راح تطلع سفره لاهلك؟ شلون راح تطلع طعام؟ يعني اكو عالم فقره، شلون راح تعيش؟ اكو ناس ما عندها لا احد يشتغل ولا ابد ولا احد معين. يعني طالب الحكومه بتعيين برواتب للعالم الفقره، ينظرون الى حالنا، ينظرون الى حال هاي العالم التعبانه. شغل ماكو، هاي هنا العمال كلها مسطرة، لا شغل ولا عمل. يوم يجي بال 11 بال 12 نطلع ما نشتغل. هاي الشباب شنو مستقبلها؟ اريد صورة حل. احنا لوكم صانع معامل نشتغل، ليش جايبين من غير دول ومن غير دول جايبين والله عمال وجايبين امه مهندسين من غير دول، هاي كلها مهندسة وقاعدة بالبيوت.